أوشكت على الانتهاء من تصنيف مشابك. لدي الصفراء هنا والزرقاء. أنيس ماذا تفعل؟ أرقص تشا 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 بدر، أستكشف إيقاعات العالم. أتمانئ لو استكشفتها في جزء آخر في العالم أنيس؟ لكن بدر آمل أن تكتشفها معي لنرقص تشا تشا تشا. سهلة، واحد اثنان تشا تشا تشا، واحد اثنان تشا تشا تشا. تعلم الإيقاعات المختلفة يساعدنا على تحريك أجسادنا بطرق جديدة. أنيس أنا أريد تصنيف مشابك الورق، لذا إن لم تمانع. هيا يا بدر، تحريك الجسد مفيد، هيا الآن تشا تشا تشا. حسناً سأجرب وأحافظ على لياقتي. حسناً، واحد اثنان تشا 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 تشا. هذا جيد. هذا سخيف، أسيب الخلف. لا يمكنك الاستسلام، ربما لم تكن تشا تشا الإيقاع المناسب لك. دعنا نجرب الفالس. الفالس. أجل، واحد اثنان ثلاثة، واحد اثنان ثلاثة، واحد اثنان بأناقة وثلاثة. أجل، معا، واحد اثنان ثلاثة، واحد اثنان ثلاثة، واحد اثنان ثلاثة. جميل بدر، إنك تفعلها. ثلاثة، هيا بدر، معا، واحد اثنان ثلاثة، واحد اثنان ثلاثة، واحد اثنان ثلاثة. أنا أرقص الفالس، أرقص الفالس. أعتقد بأنني عرفت الإيقاع المناسب. نجرب الدوران. يا إلهي، مشابك الورق أنيس على الأرض. قاربت على تصنيفها. بدر، اسمع، لا تقلق، أنا أعرف الإيقاع المناسب لالتقاط دبابيس الورق، إنه يدعى البولكا لالتقاط الورق. انظر إلى هذا بدر، ها قد بدأنا. بولكا لالتقاط دبابيس الورق. أولاً تلتقط الخضراء، ثم تلتقط الحمراء. بوم 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 بوم، بولكا لالتقاط دبابيس الورق. كنت أحب موسيقى البولكا.